بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم في قناة ميليتري إنسكوب. كل سنة وانتم طيبين. أنا لقيت فيديو منتشر على عن إنقاذ خروف كان هيقع من فوق عمارة. هو الفيديو ده من الجزائر؟ فعلا لو الفيديو ده من الجزائر قولوا لي فين في الجزائر. مجموعة من الشباب قعدوا يحاولوا ينقذوا الكبش من السقوط وقت طويل، وكمان الشاب الله يبارك فيه اللي طلع على الشباك اللي تحت وقف وحاول يزق الخروف من تحت علشان يسحبوه لفوق. مشهد خطير بصراحة، والحمد لله محدش اتأذى وتمت المهمة بنجاح. لازم الخروف ده يتذبح أول يوم العيد. المرة دي تم إنقاذه، المرة الجاية مش هنعرف هيحصل إيه. كل سنة وانتم طيبين يا أهلي على القناة، وبوجه تحية لكل ولايات الجزائر والإخوة اللي عملوا كومنتات على حلقتنا في الفيسبوك. حفظ الله الجزائر وتحيا الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.